حصل مجلس المناقصات والمزايدات على شهادة الاعتماد لأخلاقيات المشتريات للمنظمات الصادرة عن معهد تشارتر للمشتريات والتوريد وذلك بعد أن أكمل منتسبوه التدريب واجتازوا الاختبار في عدد من مجالات إدارة المشتريات والتوريد الأخلاقية بهذه المناسبة كذا سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء رئيس مجلس المناقصات والمزايدات أن حصول مجلس المناقصات والمزايدات على هذه الشهادة يعكز التزامه الثابت بالحفاظ على أعلى معايير النزاهة والشفافية في إدارة عمليات المشتريات بفعالية وكفاءة ويبرز الاستراتيجية التي ينتهجها في مواصلة اتباع أفضل الممارسات الدولية في قطاع المشتريات والتوريد